رئيس الجمهورية البارح كان تحدث على وضعية النقل في تونس مع رئيس الحكومة والفساد اللي صاير فيه، الشيء اللي تسبب في معاناة المواطنين اليومية، وقال اللي لازم يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه في أقرب الأجيال. قال أسطول الحفلات في تونس الكبرى فيه أكثر من 1150 حافلة، مقعد منهم كان 434 حافلة، وبالنسبة للمترويت فإنه فما كان 40 مترو قاعدوا يخدموا من جملة 189 عربة، وقطار الضاحية الشمالية ما يخدم كان بنسبة 27%. معناتها هذم اللي طايحين بان راهو مش اللي فزدوا، مش اللي وفاوا، ما يصلحوهمش. معناتها اللي طايحين بان ومرميين فك الدبوات يتصلحوا يرجعوا على قطعة ولا على فازة، ما فماش الإصلاح ولا ما فماش القطايع ولا ما نعرفش شنو اللي ما فماش. غريبة جدا الأرقام هذه. طبعا غريبة جدا. احنا كنا نسمع بمثل رانا 1150 حافلة يدوروا منهم 400، هذا خير تعبير. يعني تخيل انت فوا 800 واللي حافلة يتفرهدوا المواطنين. يا نوفل بكامل صراحة ما عناش مسؤولين بكل ما في الكلمة من معنى. المسؤولية حاجة خطيرة جدا وحاجة كبيرة جدا. احنا ما عناش مسؤولين في شتى القطاعات وخاصة في قطاع النقل. شكون الأسباب في هذا؟ عدم المراقبة والمسؤولين اللي موجودين في وزارة النقل، مع احترامي لهم ما قاموش بواجبهم. الروتين طبعا نتوقع ونشاور بلال كان الروتين الإصلاح يظهر لي مثلا باش تشري قطعة ب 200,000 سكار فوالا، ويجيك المسؤول الكبير يقول لك كان باش نسيبها باش تكثر السرقة، كان نخليها التعطيل، كان يمشي هو وحشين. هو بيدو كان يلقى أوفر به ويمشي يشري باش يسرع ويقول لك نشد حبس. شوف معناتها لابد من ستركتور معينة. لا ما ترى ما تنظرش مش سيانه، هو كلامي كله فعلا. قريت الورشات فمطران باش نسالك باش ما تقعدش تحكي ديما في العموميات. ها واش نفسر لك؟ يا اما باش تصلح القطعه تعمل بروسيدور تقعد 6 شهور باش تجي قطعه، والا تمشي تشريها انت طول وتنجم بعد 3 سنين تخرج من منصبك يرفع عليك قضيه فساد وتشد الحبس. ما العمل؟ يلزم ما العمل؟ اي باش نقول لك العمل. اي ما تنظر كنت نظر باش نسكتك انا باش نخدم دور بيلي. ما العمل؟ العمل نصلح مهما كانت الظروف، نصلح شنو ونشد الحبس بعد نشد الحبس بعدين تثبت لنا. لا 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 شو ما نصلحوش. يا ما تراش قرارات زاد يولي يضر. انا مسؤول، ما نحبش مسؤول في الحبس زاد اولادي يستعروا بيا يقولوا بابا في الحبس وانا ما عملت شيء. معناها تحب تقولوا اي حاجه يعملها مسؤول معناها حبس. نفهم اذا خال اي فما لي بروسيدور الركيكه اللي بروسيدور الركيكه نتاع كيران نتاع تسليح وميكانيسيانيات وعبيه. فما قطايع لازم الشركه بلا بيلدو كيما تيسير كيما النقل كيما السبيطارات. لو مسؤول تلقى اوفر خير وارخص وتمشي تشري نجم تتشاد في قضيه الفساد. ها نعطيك مثال، الاسانسور اللي توفى فيه طبيبك العام في السبيطار التو فيست قال لك قعدوا بعد 6 شهور 7 شهور. سامحني انت كدوله مؤسسات نحكي ككيان كامل، هذا كيان غبي يا سعدي. يعني انت اذا انا مدير سبيطار طاح دقدق مات طبيب ترزينا فيه، شنو اللي باش تعمل انت كمسؤول ولا كوزير صحه ولا تي مالا بادي تي مالا باتمان باش تطلع لنا تي برا امشي اشري قطعه تي با نحيها القانون هذا نتاع برا امشي اشري قطعه وصلح صلح الدنيا خلينا نستخدم. اما زاد ما تنساش حاجه زاد باش نسير سرتو النقل يا بطران، ما تنجمش تقول لي الدبوات وطايشين. زاد انا كوزير نقل ولا كشركه نقل انا نخرج مترو الصباح يجوني 4 ذر لا اخلاق لا ربايع مكسر ويمشي يدوش الحاكم ونعاودوا قاعدين في شقه عندنا زاد ما عندي ما نعمل نصلح التكسير كله بسبب الهذية شنو بسبب اللاوعي نتاع المواطنين. اما فما حالات الحقيقه دوله صديقه دوله مهريه دوله عايشه بعام 50 الناس في 2024 ونحن مازلنا عرفت حتى خمامة الدوله مصدق. جوستومون نعطيك كلمه ما تران بكشي قاسين عليك لانه الارقام غريبه. معناتها ثلث الحفلات يمشيوا 27% من الترينوات يمشيوا 189 عربه مع قعدوا كنا 40 يمشي. يعني الرقم مرعب. معناتها اي المدير كي يشد ويقول اعطيوني لي كونتش عندنا يتوجع راهو عندك 30 مترو يمشيوا 100 بقمة. الرقم يجذب من المفروض المدير اول عمليه يبدا به هي عمليه الإصلاح. صحيح غريبة، ولكن احنا نقولوا نعذروا المديرية نظاف لأنه المدير يا سعدي أنت تقعد وأنت جاوبتني مطرا يا سعدي ما نحبش أنا 2024 نشد مدير نكمل عام 2027 نتجبد في قضية فساد ونشد الحبس لأني ما استعملتش مدير معين. راهي توريطة يا مطرا تذكرك الفصل. ثم شركة إعلامية مصادرة هي وأعلنت إفلاسها، فمن ضمن الخسائر الكبرى للمشهد الإعلامي في تونس.
تداولوا عليها يعني كان تحت تصرف الدولة تداولوا عليها يعني كل القضاة المراقبين وكذا كذا. فما واحد منهم جايب العقلية ذي الله لا كون فيها تعرف معناها الله لا كون فيها خليها تبرك يخلص الشيري وشكون انتم نقابه انتم نقابه تخدموا في الشركه ذي تفضلوا خذوا راح احكموا كما تحبوا اللي تحبوا تعملوها عملوه لي كونترا خذوا راحتكم دخلها في حيط في الاخر كي خرج يقول لك انا اخويا في الاخر الشركه ذي اللي دار بها شد الحبس كيك سوا غلط ولا حتى انديريكتوم يقول فهمت المسؤولين الكل تقول تخمك كيك في الاخر يقول لك تبكي يوم ولا تبكي يوم يا سعد انا كي باش نشد الحبس شكون باش يتلفت لي انت مطران لحظه لحظه سامحني مطران خاطر ديما انا لهنا ضدك لانك تنظر لانه الواقع مر لانه من به انت شديت مدير في شركه لحظه فما ماكينات طايحين بان لو كان باش تمشي بالبروسيدور اوفيسيال تنجم تقعد من 6 ل 18 شهر الدوله وتصحى حتى تذكرك المره اللي حاطه شيك 6 شهور باهي باش تبع البروسيدور هذه وتكون انت قانوني ولا باش تمشي تصدم وتشريهم واحد كومبيتيتور اوفر مخير ولكن تقعد حياتك الكل تعرفش ما تحياتك الكل معناتها انت 2024 ينجم لانك عملت تصريح عام 2030 يرجعوا لك للدوسي ويعيطوا لك للتحقيق وتشد الحبس لانك في الاصل مشيت من اجل مصلحه الشركه شريت القطايع يتهموك بالسرقه وتهمتهم تنجم تكون صحيحه لانه لا شيء يدل انه ما صارتش سرقه معناتها ماذا تفعل؟ باهي بربي اعطيني دقيقه لا اما قل لي ماذا تفعل؟ انا اذا شديت مسؤول نتحمل مسؤوليتي انا نصلح انا مسؤول ولا يلزمني نلقى الحلول انتم عديتوا ولي بن عروس انا نحب المسؤول كما ولي بن عروس انا مسؤول انا نحل ما باش نخاف انا ما نعرف شنو فما من هو اكبر مني نسال نقول له راه الامور راهي تتطلب كذا وكذا يلزمني نتصرف انا كمسؤول يلزمني نتصرف هاو باش عدينا فتره في ولي بن عروس في اللي عام عدينا راه نمشيو للخبر اللي بعده دقيقه نوفل قبل ما نحكيو فرد موضوع خف السر جوست معلومه مطران باش تفهم انت قوانين الباليه في الدوله التونسيه علاش ديما الشركات الخاصه انجح بيسر من الشركات العموميه علي اه نعطيك مثلا مثال جي في شركه عموميه مثلا الناس مترسمه هل تعلم انت بار اكزومبل نجم انا يجيني واحد كركار زيرو كومبيتونس زيرو كومبيتونس اقسم بالله لا يعرف يكتب اسمه ويبدا مترسم وفي شركه عموميه وممنوع عليك الطرد تعرفش معناها اذا طردوا ويشكي بيك وقاضي الشغل يرجع له الفلوس راه انت تسمى خلت في فساد المال هاك الخطيه اللي اخذها هو الهبوط نسميه نحن بلغه يعني انت فسر لي لان انا كمدير مؤسسه عموميه عندي 15 خدام راكدين ما يحبوش يخدموا مترسمين امورنا مانيش خادم طرد ما تجبش طرد عندي قطايع باركه علاش علاش الشركات الخاصه ديما انجح من الدوله وديما خير من الدوله يمشي الحل الفيزا ما عندوش مشكله ما عندوش مشكله تحت قطعه بان تحت قطعه بان يا ودي برا شوف لي ارخص واحد وجي باي ايش اخويا ياخذ من الوقت وخسائر الوقت وخسائر احنا اللي قلت لنا راهو البيروقراطيه يلزمك تدفع قوانين باليه قوانين باليه وتمشي للبلاصه الفلانيه وتدفع ويصح وهذاك يصح وهذاك ما يصحش طبعا كي تقول لي قوانين باليه لحظه لحظه خلنا نسال يلزم ثوره ثوره لا لا المشكل مش في القوانين في السرعه نتاع انجازها لا لا مش هكاك بلال باش نسالك اسالني انت شديت لي مدير شركه وعملت 10 صفقات باهي لو كان ما فماش البروسيدور كيف باش نعرف صفقاتك نظيفه ولا اخزر ركزوا معايا للاخر الغالط هو البروسيدور بطيئه يلزم تولي مثلا فما قانون مدير باش يشري قطايع في ظرف 7 ايام تجيبه الاداره القانون لازم يتكبس مش مديره وعندي رز اوراق لاني بليل كيف باش نعرف انت مدير فاسد ام لست فاسد لحظه يلزم البروسيدور مثلا اللي كان يقعد 6 شهور باش الوزاره الاولى جودي نامبورت كوا تجاوبه يلزم تولي في 6 ايام ولو لم تجبه تعتبر موافقه ضمنيه اوبس يصحح يلزم البروسيدور القانونيه تولي مسرعه باش هكاك نعملوا ضمانات وفي نفس الوقت نسرعوا لانه زاد كان تقول لي برا اشري ما عادش ضمانات انا اسالك سؤال انت جاوبني تو انا مش نجاوب البروسيدور هذه ما عملتها الدوله الذكيه هذه الاقوى من امريكا واقوى من الصين دوله الاستقلال طيارات هم ناس خاطر ما خلقش كيفهم ربي سبحانه عاملين باش ما فهمش سرق هاي الدنيا ماكله بعضها بالسرق هاي بالبروسيدور هذه السرقه ماكله بعضها فهمني معناها كي جات البروسيدور بالحق كما هم يدعيوا جابوا ترينويت ما يجيبوش قد السكه كما هم يدعيوا والله البروسيدور هذه اصبر انتم ما تفهموش راكم احنا نفهم خاطر باش نحميو البلاد من السرقة هاكم صريخ هاي كلها سرقه هاكم البروسيدور تاعكم السرقه دونك نطالب باش البروسيدور تولي سريعه علاش ما تمشيش تشوف الادارات في العالم برا شوف الادارات في العالم المانيا فرنسيست يا عم تعمل كيفهم مطران باش يشري قطعه يبعث لي جواب ما نجاوبوش في 3 ايام تعتبر موافقه
يمشي هكاك ياخذ الحمايه يمشي يقضي مطرانو عنده الحمايه مش معاك المقابل اخي نحن كي نوحلوا في الانترونوريت نتاعنا وندخلوا بعضنا شنو نعملوا نجيبوا اجنبي احنا في الدنيا الكل شنو نعملوا نو نبداو بار اكزومبل شنو نعملوا بلاتو قطرت بنزرت مصين كي نعملوا بلاتو كي نعملوا بلاتو تلفزي نشوفوا حاجه كي نعملوا بلاتو تلفزي دي او بي وبجي يركح الضو والفالور صح يجي من برا يوريهم كيفاش يتعمل ويمشي على روحه انت كدوله برا يستأنس بتجربه من تجارب العالم عندك العالم اللي هرب بيك صحيح تجاعدي مازلت في العالم في 1950 برا شوف امشي شوف هز ابعث الموظفين نتاعك الكوادر نتاعك امشي يعملوا استاجيت يعملوا كيما صار في الستينات والسبعينات في دوله الاستقلال يا نوفل حاجه اخرى وربي فهمني انت خاصني انت وقت النظر واحنا ماناش في موقع المسؤوليه احنا دورنا باش ننظروا والتنظير تبدا بفكره وافكار وبعدين تتجسم هذيك هي كيفاش تصلح المسؤول ربي يسامحني باش ما ننساش المسؤول وقتاش يتعاقب وقت لما يصلحش ومسؤول صلح ما يدخلش الحبس يدخل الحبس المسؤول لما صلحش علاش خاطر انا اعطيتك امتيازات واعطيتك فلوس واعطيتك ما نعرف شنو ومكيف وسكرتيره والى اخره وانت ما قمتش بواجبك ثم في بلاد المسؤول ما يقبلش فيها المواطن وهذا كتبته في التقرير باش كل مره باش نقول لكم على التقرير ما تنجمش نصلحوا حتى شيء خرجت بنا على الموضوع يلا نمشيو للخبر الثالث على ولي بن عروس ولي بن عروس اللي قام البارح بزياره غير معلنه لعدد من المؤسسات والادارات منهم القبضه لا لقى لا الخدمه لا المدير وتحدث زيده على الفوضى نتاع الكريسي نسمع فوالا معناتها الكراسي اللي حاطينهم قدام الجيشية الحقيقة مشاهد المشاهد نتاع الوزير تبارتاجات برشا البارح وأثرت برشا جدل وتشوفوا في برشا بلايص هكا الكراسي اللي محطوطين اللي محطوطين تشجعت العباد برشا عباد تشجعت وهذا شو بكير وهذا شو بكير وهذا شو بكير وهذا شو بكير وين المواطنين نعم فالوقت يشي فالوقت يشي أعطيني المدير واضح دونك من وقت الكورونا كذا صوت مش واضح ولكن فما شكون ناقش قال الوالي مش مديرهم الشخصي باش يقول لهم هكاك وفما شكون قال لا هو المسؤول عن الولايه ومثل رئيس الجمهوريه في الولايه من حقه يمشي وشافوا ناس انها بالحق زياره فجائيه وفيها فيها ناس والكراسي قبل نضحكوا في الكواليس قلنا في برشا ادارات ومن نهار الاثنين برشا ادارات باش ترجع الكراسي لبلايصها لانه الكبس يجي للاسف معناتها للاسف شكون عنده تعليق من الجانب الايمن خاطركم ساكتين شويه الموضوع خاطر كان موضوع حساس بكري نتاع النقد وكذا هذاك علاش الحق المواضيع التافهه سي متراني نحكي على السكرتيره واحده باش اسمعت انت يزيد عندي سكرتيره ركز على السكرتيره المواطن كل ومل من معامله الاداره من تمشي تلقى شباك بركة ساعات تخرج كي مرات تتكلم تقول لك شباك خمسة تمشي تلقى ما في حد اصلا مثلا يعني خمسة شبابك تلقى زوج شباب لا اسمعني لا ولا انا صارت لي انا صارت لي اذا قالت لك شباك خمسة كي تمشي باش تلقى شكون في الخمسة لا معناها ثم يعني ثم خمسة شبابك تلقى فيه شباك واحد اما هي اذا تقول لك شباك عدد خمسة باش تمشي تلقى خمسة نحكي لك مثلا يبدا خمسة شبابك يخدموا زوزة انا غلطت راك اعطيتك موضوع لا والله لا بالعكس والله لا بالعكس سعدي المواطن لا سعدي والله كمل الكلمة ذي والله كلمة ذي والله وليد والله قال لك وليد والله خلي والله تفضل سعدي تفضل وليد والله بالنسبة لي انا والله ثم فئة معينة من الادارات معنا نسبة قليلة من الادارات كما الادارة اللي شفناها لهنا فهمتني اما خويا ثم ادارات تخدم انا بالنسبه لي انا الزياره هذه ما دام ملقاها حتى قشيش راهي فوش اي زيد ما دام ملقاها حتى وثم واحده راهو اسباني فما واحده في الكوام كل راهي جت بعد راهي يا ولادي السيد الوالي ثم واحده في الكوام غادي في القشير غادي بكل قال وين الموظفين وهي زلفت فهمت كيفاش والسيد يحكي لي على اللي ضحكني امبارح فما بعض التعليقات وهو فما عرفت معيز ولو طاروا تسمع به هذيك معيز ولو طاروا يعني صحيح من الناس ما قال لك كيفاش المعتاد الشخصيه يصوروا فيه كيك مدير القباضه من غير ما غطوا له وجهه والموظفين لا قال لك ممنوع افهم افهم انت افهم افهم يعني اسكت تعرف القاضي كلمة اكبر على خاطر الكلام يا نوفل هو والي يمثل رئيس الجمهوريه ولا
يقوم مقام رئيس الجمهورية ولا مسؤول على إدارة الكل. يدخل أي بلدية الوالي عندي أنا ما رئيس جمهورية نجم رئيس جمهورية يمنعوه الدولة يمثل الدولة ولا يدخل أي إدارة. وكما قال سي السعدي فما إدارات تخدم وفما إدارات ما تخدمش. مثلا إدارة الكنان في المروج واحد ولا حاجة كيما كان زحمة كبيرة وناس باش تموت بالخدمة وإدارات الأخرى ما فيها حتى حد فارغة ما فهمش عدالة إدارية. مشكلة في الإدارة متاعنا التونسية. ثم ما نساوش أنه حتى المسؤول الإداري ولا يحب البوحلوك ويحب أخت راسي واضرب ومانيش لهنا وعمل اللي تحب وحاطين شاوش في الباب هو اللي يحكم وهو اللي يعمل في العرك. هذا الكل خنار كبير يلزم يا سيادة الرئيس ثورة إدارية بكل ما في الكلمة من معنى. ما كانش ما يتصلح حتى شيء. كان لزم حتى تغيير الناس كل الناس كل تغيير مدعم. هذاك هو أنا هذاك هو شرار مطران لهنا أنت تنظر النظر فهمت شنو نقصد وقت اللي تجي مطران اي لا لهنا مش مفسر هو علاش لحظه ليه ما يلزمني نتكلم مع جوفي اللي كي لي سامحني به كي تقول كي لزم تغيير الناس الكل هاي عندي اقتراح خير سيد رئيس طردنا العشرة ملايين وجيب زوز ملايين من برا هاو قرار اي معناتها لهنا ندخل في كلام ما يتطبقش شنو هو طرد الناس الكل انا نقول لك تعويم القضيه 80% من الاداره التونسيه كفاءات اللي ما يخدمش 80% من الاداره التونسيه كفاءات ما عجلك عن قومك ما خليني نكمل اللي ما يخدمش انت ريت انت في البرنامج شنو طرد الناس الكل انت ريت في البرنامج نتاعك اذا ناس اذا واحد فينا مش قايم بواجبه راك طردته اي مش طرد الناس الكل مش طرد الناس الكل اللي ما يخدمش اللي ما يخدمش في نقص اللي ما يخدموش اللي ما يخدموش راهو عندنا كفاءات وعندنا ناس ممتازه وعندنا ناس تحب تخدم ما خلوهمش يا ودي مش معقول يعرقلوا فيهم الاقزام نتاع الادارات يا ودي ولا الشاوش يسب المدير نتاعو والمسؤول نتاعو ومواطن يسب هذاك الكل زاد ما نحبوش انا نقصد تنظف الاداره شاوش يسب المدير ما تحتقرش اي خدمه عايش خويا لا فما شاوش ولا عامل ولا عامل ما تسبش فما مقامات فما احترام فما احترام مدير فما احترام فما احترام يا عايش خويا انت حتى في المدرسه وقت لواحد تالي من الناس يسب المدير سي تحت قيمته للمدير وتحت قدره فما احترام ما فماش احترام في الادارات هذا ايش نقصد هيرشي هي ثم يا نوفل يلزم تنظيفها الاداره وشنو معناها انت متفق هي سنوات بلاش يعمل شوف يا نوفل قرار اللي ما يقومش بواجبه يغادر المكان هذاك يا مطران يا مطران نفهم يا مطران نفهم انا خلاص فيك باش يا مطران تو عاملين بروسيدور للي دخلوا قاعدين يخرجوا فيهم تو تقول لي اللي ما يقومش بواجبه باش نعطيك انا حاجه انا مدير صاحبي وليد ومطران نكره مطران خدام 10 مرات قد وليد نقيدو راهو كركار يا مطران ما الدنيا مش بالبساطه اي ما تجيش تقول اللي ما يخدمش خبالة يا مطران راهو فما دينوت وفما تمكميك يعني ماهيش الامور بالبساطه نتاع اي نحي اللي ما يخدمش عاد كنا كيكه تو الناس الكل تتحسن نحي اللي ما يخدمش ونجيب عباد تخدم وتونس تولي بخير مطران تنظير ينجم يكون صعب التنفيذ صعب التنفيذ لكن صار في دول متقدمه في الدول المتقدمة يخلصوك على قدر الخدمة متاعك على قدر المجهود اللي تقوم به وقت ما تقومش بمجهود يقولوا لك سامحنا واضح نورز يلا نورز قبل ما نمشيو فاصل به كي المسؤولين يمشيوا على خطى الرئيس معناتها خلي فمش ما يتكبسوا شوية معناتها الإدارات وهذه ديجا خطوة فمش هكا ما ينقص بشوية بشوية هالتقصير والتعطيلات وكل ورجعوا لك بالك شي نهار من نهارات يتنحاو المشاكل فوالا معناتها احنا تحياتنا لإدارات الكل والإدارات راهم خدامة ولكن سيرتو في الوقت ما يجيوش مثلا إدارة تحل 8:30 في بلاصه 5 يجيو كان موظف ولا اثنين اي ما صاير نوع من الاستهتار دونك الديسيبلين مش الوالي اللي المسؤولين عن الادارات والمدير نتاع الاداره يلزم يجي اول واحد باش ينجم يكبس وكذا برشا حكايات بعيده يلا